هلا صار وقت الجمال والعنايه بالبشره وتنظيف العميق للبشره مع الماسكات الخاصه والمقدمين اليوم حصريا لكم من جون فرانس. جون فرانس بيعتمدوا على التركيب الفرنسيه، يعني بيعملوا ماسكاتهم كلها بفرنسا وبمختبرات فرنسا، ولكن المميز فيهم انه هن حيعطونا تنظيف عميق جدا جدا للبشره. هلا خلينا نحكي عن المجموعه اللي نحن مقدمينها اليوم ونعرفكم اكزاكتلي شو راح تحصلوا. اول شيء هون مثل ما نحن شايفين عنا ماسك الطين اللي هو بالذهب، رقم المنتج له 585110. جوا البوكس راح تلاقوا عبوتين، اوكي، كل عبوه بحجم 150 جرام، وفيكم تحصلوا طبعا تعرفتوا قبل على ماسك الذهب اللي هو البيل اوف في حلقات سابقه، لكن اليوم مقدمينها لكم باوفر الاثنين، يعني فيكم تحصلوا على المد ماسك وتحصلوا على البيل اوف الاثنين مع بعض. رقم المنتج لإلهم 585112، وأكيد ضمن فرصة اليوم راح تحصلوا عليهم بسعر 364 درهم أو 374 ريال. هلا في كثير من الأشخاص ما بيعرفوا شو هو النانو جولد أو ما بيعرفوا شو أهمية الذهب، هلا راح نشوف فيديو مع بعض راح يبين إنه الذهب صار يدخل معنا بكل المجالات. تخيلي كوثر صار يدخل في مجال صناعة التجميل وصار يدخل حتى في الصناعات المختلفة، يعني بعد شوي بدنا نشرب ميه بتكون مكرره عن طريق لانه اكيد له فوائد كثير كبيره كرمال هيك بلشوا يدخلوه كثير عنا بحياتنا العاديه. كمان مثل بميزوا للماسكات اللي عنايهم من جون فرانس انه هن مثل ما حكيتي مصنوعين من ذرات الذهب، وكمان هيك النانو اللي هي النانو جولد اللي اصلا انت شرحتي لي شو هي النانو جولد، واللي ما بيعرف شو هي النانو جولد خلينا انت تخبرينا اكثر عنها. هلا اذا نحن في اشخاص كثير بيقولوا يا الله شو هيدا حجم النانو جولد، هلا لو نحن تخيلنا الشعره الوحده قديش حجمها، اذا فينا نحن نتخيل قديش الشعره الوحده حجمها، النانو هو 100,000 اصغر من حجم الشعره. واو. يعني فيكم قديش تتخيلوا قديش صغار معنى هيك انه هو راح يحمل كل المكونات الفعاله الى اعمق طبقات البشره. طيب الماسك اللي الاول حنبدا فيه هلا هو المد ماسك اللي معنا اياه هون اللي بتحصلوا عليه اصلا بانبوبين بالعبوه، اللي بميزه انه هو بضاين عندك وقت كثير طويل لانه 150 جرام كميه كثير كبيره لتقعد معك وقت كثير طويل. كمان من الاشياء المميز فيها انه هو مصنوع طبعا من المد، وبنعرف قديش المد او حتى الطين قديش له مميزات كثير كبيره، فما بالك مجموع بين المد وكمان معه ذرات الذهب، هدول كلهم مجموعين بماسك واحد، حتى التكستشر تبعه ليكي شو ليني ما بتحسيها هيك جفصه مثل المد اجمالا او ال 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 عجبتني جفصه بدنا نترجمها هيدي للمشاهدين. انا اقول لك لحظه اوكي التقيل التقيل ايه كمان عم نشوف قديش هيك التكستشر تبعه حلوه. المميز فيه انه هو بيعمل تنظيف عميق جدا للبشره. شو يعني تنظيف عميق؟ مش مثل اي تنظيف ميثا، لانه نحن لما بننظف وجهنا بالايام العاديه بنفكر انه عم ننظف وعم نشيل كل الاوساخ هيك المتراكمه من جوا من قلب البشره، ولكن هون مع المد ماسك مجرد انا ما اعمل له ابلاي او حطه على بشرتي عم نتاكد انه الاوساخ والترسبات الموجوده داخل البشره عم تنشال، خاصه بمنطقه الخليج والرجال بيشتغلوا برا بالبترول وحقول النفط كثير بيتعرضوا للغبار وللاتربه، هذا كله بينظف لهم وجههم بطريقه كثير منيحه. هلا خليني اخبر كل عم يتابعونا عن طريقه الاستخدام، هلا رح نشوف فيديو، نحن صورنا هذا الفيديو كون ان الماسك بيحتاج 15 دقيقه ونحن ما عندنا 15 دقيقه. اول الخطوات اللي لازم تسووها مثل ما رح نشوف هلا هو تنظيف البشره، بننظف البشره بنشفها بنتاكد انه البشره خاليه تماما من اي شيء، من بعدها نبتدي بتطبيق الماسك مثل ما انتم شايفين بنحطه على كل البشره ما عدا منطقه العيون وحوالين التم، وبعدين نستنى 15 دقيقه، من بعد 15 دقيقه ننظف البشره. طبعا هيدا الماسك مناسب جدا للبنات او للصبايا او حتى الرجال فيهم يستخدموا هيدا الماسك، من يعني اذا كانت بشرتهم من دهنيه للبشره العاديه، وهو كثير مناسب لمنطقه التي زون كله هو بيحتوي على مكونات طبيعية وان التركيبه تبعه هي تركيبه فرنسيه. كمان في شيء كثير مميز بالماد ماسك ميثا انه هو يعني باخر او بهيك باخر لك ظهور علامات تقدم العمر، وهذا شيء كثير مناسب لانه هو بشد البشره، فهذا شيء كثير حلو فيه للماد ماسك. كمان خلينا ننتقل على البيل اوف ماسك اللي هو سبق وقدمناه بحلقات سابقه للبيل اوف ماسك، كمان عم تحصل عليه بعبوتين بانبوبين عفوا بالقلب العلبي. البيل اوف الحلو فيه انه هيك بيل اوف بينشال 1 2 3 بينشال. كمان من الاشياء الحلو فيها انه هو كمان من مواد غذائيه 100% من مواد غذائيه 100% وطبيعيه، ما في اي مواد اصطناعيه. انا هون خليت عندي المد ماسك لحتى فرجيكم الفرق بينه وبين الماسك الذهب، هون عندي بيور ذهب ليكون الفرق بين الالوان
عن جد شوف الفرق بين الماسك المد والماسك الذهب. هون الفرق هو فقط بس ميسا طبعا لا اللون، ولكن نرجع نذكر عن البيل اوف. المهم فيه انه هو بيعمل لك تنظيف عميق جدا للبشره، وكمان شيء كثير مميز انه بحارب وهو مضاد للبكتيريا. هلا خلينا كمان نرجع نذكركم بطريقه استخدامه. طبعا صورنا الفيديو هيدا اليوم الصبح قبل الحلقه. نفس الشيء تنظيف البشره من بعد، اكيد بننشف البشره وبنحط الماسك توزيع كامل على البشره. هيدا الماسك معمول بطريقه البيل اوف لحتى يناسب كل انواع البشره، واهم شيء له كثير فوائد مثل الترطيب. هلا رح نشوف انه معنا دايموند قاعده عم تزيل الماسك تبعها. شوفوا معنا السهوله بخطوات بسيطه عم تشيل الماسك، وهيدي هي النتيجه يعني بعد كيف صارت بشرتها كثير حلوه. لانه هو كمان مثل ما حكينا ميتا قبل انه الماسك البيل اوف بيعطيك توحيد للون البشره، أكيد. فهو بالنهايه عم بيعطيك هيك هذا الرونق اللي كثير حلو، عم تتخلص اذا في عندك تصبغات او بقع كثير مناسب. كمان انت حكيتي لي شغله كثير مهمه انه هو مناسب لكل انواع كل البشره. كل انواع البشره. كمان خليني اخبركم شغله كثير مهمه كمان، ما ننسى تجربه ساره. ساره هي اللي شجعتنا كثير. ساره زميلتنا حكت انه الماسك بيعقد ونسكر لها المسامات، واشترت واحد لها ولامها كمان. وبقول لك شو قالت بالضبط، حسيت خدودي موردين. لانه بيعطي فعاليه كثير هيك دغري بنشوف الفعاليه تبعيته بنفس الوقت. كمان نرجع نذكر على السريع بالمجموعتين اللي كانوا معنا. لا قبل المجموعتين خلينا نخبركم انه معنا هون دايموند بالاستوديو. دايموند هون مثل ما انتم شايفين حتى على منطقه 1 مينيت دايموند، اوكي ويت، حتى على منطقه التي زون. بس لو تطلع ستريت لوك ستريت تو ذا كاميرا راح نشوف اللي على منطقه التي زون، وكمان الجبهه لانه جبهه عندها دهنيه، فحطيت لها المد، حطيت لها اللي هو التكتشر الطيني، بينما باقي الوجه فبشرتها جافه. هون انا حطيت لها شو؟ حطيت لها ماسك الذهب البيل اوف لحتى يرطب البشره. ليش نحن عملنا هذه الطريقه؟ بنعرف كثير ان اغلب السيدات في الخليج وبالوطن العربي بشكل عام بتكون بشرتهم مختلطه، ما بيلاقوا ماسك يستهدف كل البشره تبعها. هون نحن مثل ما انتم شايفين حاطين على التي زون الماسك الطيني لحتى يسحب الدهون كلياتها من البشره، اما باقي البشره لانها محتاجه ترطيب فحطينا البيل اوف. طريقه ازاله الماسك جدا سهله، كان يو ستارت ناو ريموفينج ذا ماسك، جدا سهله. شوفوا معنا البيل اوف قديش السهوله. وخلينا نحكي كوثر، اذا نحن عملنا هيدي الجلسه باي سبا قديش رح تكلفنا؟ عجبتني الفكره انه انا بقدر احط على منطقه التي زون الماسك، والماسك الثاني او الذهب بقدر احطه على منطقه الخد كامل. قديش هذا كثير حلو، ليه كيف عم ينشل معه هيك بنفس المره عم ينشل معه كله، قديش مميز. ب 15 دقيقه. 15 دقيقه. بتعرفي ماسك الذهب بالصالون قد ايه بكلف؟ حول 600-800 درهم مينيموم. ايه هيدا اذا كان الذهب اللي هن قايلين لك انه هو بيور، بس انت ما بتعرفي هو بيور ولا مش بيور. عن جد شوفي قديش البشره. ناو كان يو ستارت تو ريموف ذا مود بليز. ومثل ما انتم شايفين قديش اللمعه كثير حلوه. خلينا ارجع اذكركم نحن اليوم مقدمين لكم عنا المد ماسك، الماسك الطيني. رقم المنتج هو 585110، ولكل صحبات البشره المختلطه حبينا نقدم لكم مجموعه متكامله تتكون من ماسك المد ماسك بالذهب، وعندنا هون البيل اوف جولد ماسك. الاثنين مع بعض رح تحصلوا عليهم رقم المنتج 585112، والحلو ضمن فرصه الاسبوع بسعر 364 درهم او ما يعادل 374 ريال سعودي. ريحته كثير حلوه. وريحته كثير حلوه. عن جد ريحته كثير حلوه. وعن جد هلا بدنا نخلي دايموند قاعد تكفي الجلسه تبع السبا. ونحن نيالك يا دايموند عن جد عم تنظف بشرتها، بينما نحن حاطين الميك اب هلا من بعد التصوير لازم واحد يعمل هالماسكات اللي بتريح بشرته. خليكم معنا، الارقام اللي عم تمروا على اسفل الشاشه الخاصه ببلدكم طبعا لحتى تساعدكم وتساعد خدمه العملاء. رقم المنتج كمان موجود على طرف الشاشه. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.